الرئيس سعد الحريري يعود إلى الساحة اللبنانية بقوة ويشارك في إنجاز وحدث وطني كبير. أعلن اليوم أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. أرى أن هذا الحدث سيثير ضجة إعلامية كبيرة ويشكل استفزازا لفئة أو طائفة لبنانية كبيرة. لم يمر ترشيح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري لرئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون مرور الكرام، وشكل صدمة للشارع اللبناني عموما والسني خصوصا، حيث انتقد الكثير من اللبنانيين لا سيما الطرابلسيين خطوة الحريري. رح أقول للبنانية ما بقى حنسمع لا بثمانية ولا بأربعتعش ولا أكترية ولا أقلية، وأرى أن أمورا ستحصل لتجمع زعماء لبنانيين مع بعضهم وسيحصل انفتاح في لبنان. يبدو أن هذا العهد هو حقا العهد الجديد، فمن كان يتخيل أن أعلام التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الله سترفع في آن في مراسيم الاحتفالات الشعبية بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. إنني أرى أن اسم الرئيس حكومة لبنان المقبلة سوف يشكل أكبر مفاجأة، ولكنها ستكون مفاجأة معروفة عندما يحين الوقت، لأنني لا أستبعد أن يتمم الرئيس سلام المرحلة القادمة بكل أمانة ومسؤولية وطنية وسلام. وأخيرا أقول، من يعتقد أن دور الرئيس سعد الحريري قد انتهى فهو مخطئ، لأنني أرى وعلى مسؤوليتي أن دور الرئيس الحريري سيعود بقوة وفي المستقبل القريب. هو عهد جديد للسياسة في لبنان. سعد الحريري يعود إلى الساحة السياسية اللبنانية. الحريري بات رسمياً رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.